وقلت لنا هاتوا كشف عالي جبناه لكم، في ايه تاني بقى؟ في انك لازم تفضل هنا لغايه ما نروح المركز ونتاكد ان الورقه دي مضروبه ولا سليمه. مضروبه؟ مين اللي ضربها؟ مضروبه يعني ايه؟ بقول لك جات لنا اخباريه بتؤكد ان هي مضروبه، ولازم نتاكد من صحه الكلام ده. معلش هتأنسنا هنا يوم كمان. خدوا على الحجز يا عسكري، خدوا. سعاده البها انا وحيد امي، يعني وحيد ابويا المتوفي، وحيد امي عال، هتحبسوني. الو، ايوه يا استاذها الغالي، انا مقدر الموقف وعلشان كده حجزتهولك يوم كمان علشان خاطرك، بس مش هقدر احجزه اكتر من كده. طيب طيب طيب، مع السلامه. الو، مدام نادية موجودة؟ نقول لها مين يا فندم؟ مين؟ حاضر. تليفون علشان حضرتك يا مدام. مين يا حسنية؟ واحد اسمه سيدهم. هاتي هاتي، روحي انت شوفي شغلك وابعتي لي الاستاذ حنفي. حاضر. ايوه، ازيك؟ ايه الاخبار؟ لا لا، تتكلم جد؟ امتى؟ الليلة؟ طيب طيب، شاكرين قوي قوي. بقولك ايه، ابعدي عليا في اي وقت عشان تاخد حلاوتك. ماشي، سلام، متشكرين قوي. سيب بتكلمي مين؟ روح البس. البس؟ انا لابس اهو. وايه علاقة لبسي بقى من السؤال اللي انا بسألهولك؟ ده سيدهم. سيدهم مين؟ هو انت لحقت تنسى؟ المخبر اللي مأجره الاستاذ عمر عشان يحرسني من اللي بعتلي جواب التهديد. ولما مؤاخذة كان بيكلمك ليه؟ ما انا شغلته لحسابي. ايه؟ بدالي؟ بدالك ايه بس يا حنفي؟ بدل ما ياخد باله مني زي ما استاذ عمر عايز، بقى ياخد باله من الاستاذ عمر نفسه. ويراقبه. لحسابي. عشان كده بقى كان بيكلمك. ايوه، الاستاذ عمر هيسهر الليله دي في كازينو عيون السود. ايه ده بقى، غيره دي ولا ايه؟ مين ده اللي يغير يا استاذ؟ انا هخليه يلف حوالين نفسه لما يشوفني. هو انت هتروحي له؟ ايوه، بس مش لوحدي. امال مع مين؟ مع خطيبي. مين؟ سمعيني مين؟ ايه يا حنفي، سلامة ودنك، انت ما بقتش تسمع ولا ايه؟ انا قلت لك هروح الليلة دي مع خطيبي، دراعي في دراعه، وهخش الكازينو وهرقص معاه، واخلي كل الموجودين يحسدوا الراجل المحظوظ اللي انا اخترته عشان يشاركني حياتي. طبعا ده راجل محظوظ وامه ده عياله، بس انا متاثر جدا بالحكايه دي. ليه يا حنفي؟ كان لازم تقولي لي واعرف ازاي بعد ما تحب واحد وتتخطبي له وانا ما اعرفش. ما انت عرفت دلوقتي يا حنفي. بس بعد ايه؟ كان المفروض ان انا اعرف من اول واقعد معاه واشوفه واقعد معاه كتير وادرسه. ما انت قعدت معاه يا حنفي. قعدت معاه؟ انت مخطوبه لواحد لابس طاقيه لخفه؟ افهم يا حنفي، ما هو الراجل اللي خطبني واللي كل الناس هتحسده هو انت. قلت مين؟ انت يا حنفي. حنفي. اديني يا ستي سمعت كلامك ووصيت عليه حضرة الضابط. عايزه ايه تاني؟ يخليك ليا يابا، ما تحرمش منك ابدا. بس بقول لك ايه؟ نعم. انا عملت كده وبرضه مش عايزه يسافر، ولازم تفهمي انه برضه مش عايز يتجوزك. انا عارف بتحبي فيه ايه؟ ده ولد قرع عنه ومخه طايق، بتحبي فيه ايه؟
حتى لو فيه اللي فيه، هما مش بيقولوا ان مراية الحب عامية يابا؟ انت اللي عامية وما عندكيش نظر. ماله شنوس يا فندي، جدع زي الفل ورايدك. لا هو زي الفل زي الفل، ما اختلفناش، بس انا مش رايدة، انا عايزة علوة ابن عمتي يا سيدي. ومعد قوم حضرين الغدا خلينا نتسمم. ما تتزنق تقول حضرين الغدا، بدك الغم انت وهو. افرح يا قلبي لك نصيب يا بديع. بديع؟ ايوه عدلان هنا في البلكون. بديع يا زوجتي العزيزه بديع. ايه مالك داخل بزيتها وزنبليطه كده ليه؟ جبت لك يا ستي جوز فراخ مدبوحين ومتنظفين كمان، ودفعت فاتوره النور. اه يبقى اكيد حضره الناظر رضي عليك واداك قرشين. والله يا بديعه هو في الاول كان معاصلك شويه، بس انا قدرت بطريقتي اقنعه واحنن قلبه واخليه يديني الفلوس. يا سلام، ليه هو ما كانش عايز يديك؟ ما هو بيد اخوك شوقي واختك باتا، ولا هم اولاده وانت مش ابنه؟ يا بديعه شوقي لسه بيدرس وباتا لسه ما اتجوزتش، انما انا خلاص بقيت زي الشحط، اتخرجت واتجوزت وخلفت، يعني المفروض ان انا دلوقتي المفروض ان انت اللي محتاج مساعده مش هم. يا ساتر عليكي يا بديعه يا باي يا وليه، خليكي عقله خليكي عقله يا بديعه. هما بيصرف عليهم من ورث امهم الارض اللي سابتها لهم المرحومه امي، انما انا خلاص بعت حصتي في الارض. ده انا بخاف اروح البلد لا العيال يزفوني ويقولوا عبعال بقى ارضه يا ولاد، شوفوا طوله وعرضه يا ولاد. خلاص يا بديع لا عاد حلتي ارض ولا الهوا حتى. ليه هو مش ابوك برضه ولا ايه؟ ولما يلاقيك المفروض في دقيقه يفكها لك، المليان يحط على الفاضي يا عبد العال، انما ابوك مقرط على الدنيا وبيخاف على المليين. يا راجل الكسف على دمك ده، لما بيجي يصور عيالك ما بيجيبش في ايده اي حاجه بلا وكسه. يا ساتر عليك يا بديعه يا ساتر، ما بيعجبكيش العجب ولا حتى الصيام في رجب. الراجل اداني 1000 جنيه بحالهم وبرضه مش عاجبك. القصد هات الفرختين خلينا نسلقهم ونحمرهم، بقالنا شهر ما دقناش الزفر. ربنا يديم علينا الزفر. شوقي ده شخصيه غريبه جدا، انا عمري ما قابلت حد بالشكل ده. يعني هو ده بقى اللي شدك ليه؟ مش عارفه، بس انا كنت متخيله اني لما اتكلم مع اي حد هيرحب بكلامي ويهتم بيا زي ما انا متصوره، انما ده ما حاولش حتى يقول لي كلمه حلوه. فهمت، يعني هو لو كان يهتم بيكي كنت اديتله الطرشه زي عوايدك. جايز. افهم من كده بقى ان انت معجبه بالتحفه ده؟ ايوه يا ليلى. لا بقى ده حب يا جميل ده ولا ايه؟ مش عارفه اسميه ايه، جايز حب، وجايز علشان نموذج غريب ممرش عليا قبل كده. مش عارفه يا ليلى، مش عارفه. بقول لك ايه، سيبك من المواضيع دي دلوقتي وكلمي الطباخ بتاعكو يعمل لي ايه احلى انجر ام علي. بالراحه شويه، حرام عليكي، عايزه تتخني اكتر من كده ايه؟ الله اكبر، ده انا حتى كمان خس اليومين دول. خس اليومين دول؟ اه بصي انا عامله رجيم. كل ده وعامله رجيم؟ امال لو مش عامله رجيم كنت عملت ايه؟ كنت كلتيني؟ بقول لك ايه، يلا بقى روح اطلبي لام علي. اطلب لك ام علي؟ يلا. بقول لك ايه، ها ولا اقول لك خليها مشاوي. أكيد في مؤامرة بتتعمل ضدي، مش عارف مين بالظبط، بس لما أخرج يعني حنفي. يعني يا كل حنفي. حنفي خلاص خلص يا مدام حنفي. ما تبقاش خير عمال. خير أنا ذنبي إيه يا مدام؟ أخد عنقة زي دي ما أخدهاش حمار في مطلع. حرام عليك يا أستاذة بتضحكي، أنا عملت لك حاجة يا أستاذة؟ مش انت سكرتيري لازم تستحمل. استحمل ايه ولا ايه؟ وبعدين انت لازم تتحديه وتقولي لي وريني كده هتقدر تعمل ايه. اهو قدر وعمل ودغدغني، انت تتحديه وانا اتدغدغ. ما فيهاش حاجه يا حنفي لما تتضرب كام شلوت على كام بنيه عشان خاطري. طبعا ما انت مش خسرانه حاجه يا ست هانم، ده انت ما فيش سعرايه واحده تنكس وريحه البرفان زي ما هي بتضحكي. طبعا يا ست هانم انا كان لازم اكتب وصيتي قبل ما اروح المشوار ده، قلبي كان حاسس ان ده هيحصل لي. والله انا ماشي. انت رايح فين؟
هروح اصل انا خايف، قلبي حاسس كده ان هيطب عليا هنا ويخلص على اللي فاضل ده. اذا كان فاضل مني حاجه انا بروح. انت هتمشي وانت في الحاله دي؟ ايوه لازم اروح يا ست هانم. انت فيك حيل يا حنفي. يا ست هانم انا عندي اولاد وعندي اسره، لازم اروح. الف حمد لله على سلامتك يا ضنايا، نورت بيتك. بقول لك ايه يا ام، حضري لي شنطه السفر اوان. شنطه ايه وبتاع ايه؟ هو انت ناوي تسافر؟ ايه ماما، لازم اسافر. حضري لي الشنطه عشان الحق القطر. قطر ايه يا دهاي؟ مش لما في الاول تستريح كده وتاكل لك لقمه؟ ياما مش وقت هما. بقول لك ايه، انا اخش احلق دقني وانت حضري لي شنطه السفر. اعملي لي كلمه بسرعه شويه يا ام. اعمل همه ايه وسفر ايه يا اخواتي؟ طيب يا اللي بتخبط. طيب يوهو. ازيك يا زغلوله؟ ان شاء الله تسلم يا اخوي، كويس انك جيت. ما انا رحت النقطه قالوا لي انه خرج فجيت على هنا. ازيك يا زغلوله، عامله ايه دلوقتي؟ ان شاء الله تسلمي يا ضنايا، كويسه. وعلوة هنا؟ ايوه جوه. عامل ايه دلوقتي؟ عاوز يسافر يا فرغالي. برضو مصمم يسافر؟ ايه يا راتع، انا مصمم اسافر. ازيك يا خالي؟ الله يسلمك، كويس انك بخير. يعني خلاص يا علاوي، نويت تهج من البلد وتطير على مصر؟ ما بعد ذلك يا اما بقى، احنا هنقعد نجيب في سيرة ابو زيد من الاول. ما تخوتيش دماغك يا زغلولة، ابنك خلاص ركب دماغه ومفيش فايدة في الكلام معاه. انا خايفة على عليهم من السفر لمصر يا ابا. ده وانا قدامك عيل ولا ايه؟ ما انا زي الفلق اهو مال وهدوم. ما هو ده اللي راعبني، ان انت زي الفلق ومال هدومك. البنات في مصر كده كده هيترموا حوالين رجليك، وانت بقى بصراحه ربنا ما انتش قد ملاعبهم. يا سلام، قالوا لك يعني البنات في مصر كده مستنيين بسلامته؟ ده الرجاله في مصر على قفه مين يشيل، دول متلقحين على النواصي. كل البنات بتحبك يا اخت عليك وعلى جمالك. علولتي حاجه تانية خالص. ايوه اصلاني حلو ومقطقط ومسمسم شبه امي، هطلع لمين يعني؟ وبعدين انا تغوي. مش قلت لك يا فرغالي شبهي. لا اطمني، كلها كام يوم ان شاء الله وهيرجع وقفاه يقمر فرن بحاله. فرن بس يرجع يا ريت يا ابا يا ريت. وبعدين انتوا مش عارفين امتى بقى. ايوه صحيح، انتوا مش عارفين امتى. انا يعني عشان عايش في وسطيكم باكل زيكم وبمشي في الحواري زي ماشيكم، بس بكره هتعرفوا امتى. بكره الساعه كام؟ ايه هتتريق يا خالي، بكره لما الاغاني بتاعتي تطلع في التلفزيون والسينما والفيديو هتعرفوا امتى. بصحيح انت بتتكلم جدي يا علاوي؟ ايوه يا ماما، ما انا لما اروح لناديه دي واحميها من اللي بيهددها هتشيل الجميله دي وتساعدني. بنت اصول بحق وحقيقي. ايوه وبعدين قال لها جميله ايه؟ قال لها جميله هتشيلها لي يعني انها تغني لي كم غنوه من الاغاني بتاعها بصوتها، وبعدين تكلم لي الملحنين الكبار اللي في البلد، وكلها كم شهر كده واقف راسي براس اكبر مؤلف في بر مصر كلها. يا رب يا ابني ينولك كل اللي في بالك وفي ضميرك. طيب يا اما خش بقى حضري لي الشنطه. حاضر يا اخوي. ها ويا ترى هتنام فين في مصر؟ اوعى تقول لي هتنزل في لوكاندا ولا تاخد لك شقه مفروشه. بلاش المفروش ده يا علولتي، عشان بيقولوا ان في يعني ومشاكل يعني وكده. بقول لك ايه، معلش احنا مش بتوع المشاكل دي، احنا رايحين مصر في مهمه محدده، مش هتديني فرصه اهتم باي حاجه غيرها. حاسب الفرشه هتدخل في عيني، امال هتنزل فين؟ انا هدي لك عنوان عبد العال او اخوه شوقي، تنزل عند حد فيهم. ايوه ده الكلام المظبوط يا علولتي. اه مراد خالك اولى بيك من الغرب، وهخلي الواد شوقي يستناك في المحطه. ايوه خالي، لا احسنته ولا حاجه. ها انت نزلت مصر قبل كده؟ لا ما نزلتهاش، بس شفتها في التلفزيون. طب فضت عينك كويس بقى. لحسن حد من الناس اللي هناك يشتغلوا عليك. حاكم هناك ولاد الحرام ما خلوش لاولاد الحلال حاجه. واوعى تشتري حاجه وتاخدها من غير فصال، لازم تفاصل الاول. مش اول ما يقول لك السعر تقول له ماشي وتاخدها وتمشي على طول. لا لا فاهم قبلها، فاهم الحاجات دي. ده مره واحد قال لي خد الساعه دي ب 150 جنيه، قلت له ب 5 جنيه ده انا يا ناصح. لا ما تخافش عليها يا خال. لا ما تخافش عليك. لا لا معلش انا ابن حنت يعني ومفتح. ربنا يا ابني يوقف لك ولاد الحلال ويبعد عنك ولاد الحرام وتسافر بألف سلامه. حاجتي فرس الهي، وانت جاي هتروح مصر تطردك عشان ترجع لنا تاني؟ خد من قلبي وسري يا علاوه يا ابن عمتي زغليله. مالك ونفس الحاجات اللي انا قلت لك عليها؟
لا انت لو مع السلامه انت عشان تلحق. ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اديني التذكره. على فين؟ رايح مصر عند ولاد خالي فرغالي. ما شاء الله الباشمهندس عبد العال يعني مهندس كبير قوي متجوز جديد، واخوه بقى شوقي يعني في اخر سنه في كليه الطب. ربنا يديه لك يا رب. طب وانا مالي، انت رايح لمين؟ ما تقول انا رايح مصر وبس. ايه ما تزقش كده، الدنيا مبسطها جدع. اجيب لك على 3 جنيه ونص. ايه ده؟ تذكره 3 جنيه ونص من هنا لغايه مصر 3 جنيه ونص؟ ليه؟ فاكرني كرودي ولا فاكرني كرودي؟ هل 3 جنيه ونص ايه؟ ايوه يا سيدي، تمنها كده، سعرها كده، المصلحه عاملاها كده. الله، افهم بقى يا بني ادم. الله، انت مالك مشتاق روحك ليه كده؟ الله، وانت مالك ومالي؟ كفايه 2 جنيه ونص. انت هتفصلني؟ ايوه، ما انا لازم افاصل. ما انا اشتري منك كده من اول كلمه تطلع من بقك. اسمع يا جدع، انت ما تفلقش دماغي، يا تدفع الثلاثة جنيه ونص يا تغور من وشي. ما تخليك حلو، امال ما تبقاش مغلواني. تصفر تزمر، ما فيش غيرهم الاثنين جنيه ونص. ما جبت تذكره يا جدع انت؟ يا جدع انت عبيط ولا شكلك كده؟ عبيط؟ عارف لو ما كنتش مستعجل هتعمل ايه يعني؟ كنت اديتك ال 3 جنيه ونص عشان تجيب لي التذكره. ايه خد حارو نار في جدتك. هات الباقي جنيه ونص. ادي النص وادي الجنيه. اتفضل. هات احسن يا شاكر عليك. جاي لك يا نادي، جاي لك يا مصر، جاي لك وكل شوق. ده الهوى حدفني عليكي ورماني بين ايديكي عشان اقول لك شبيكي لبيكي عليوه تحت امرك وبروحي يفديكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده عليوه ده؟ ده شعر ده؟ شعر ابها؟ والله تنفع مطلع غنوه، هبقى اكملها في القطر بقى. جاي لك يا ناديه، جاي لك يا مصر، القطر هيقوم. ايوه يا شوي، ازيك يا ابني؟ وحشتني. عامل ايه؟ يستاهل الحمد، قدامك كتير. طيب يا ابني ربنا معاك. بقولك ايه يا شوقي، عليوة ابن عمتك نزل مصر النهارده، طبعا بالقطر امال بالهليكوبتر، عايزك تستناه في المحطه. بقولك ايه يا شوقي، هو ساعب كتير وهيكون عندك، خلي بالك منه كويس قوي، ما تخلوش يروح هنا ولا هنا، بالذات لو قالك انا رايح عند نادية وجدي. يعني ايه ما خلوش يخرج؟ احبسه يعني؟ طب وايه حكايه ناديه وجدي دي؟ حاضر حاضر يا بابا، هحبسه، مش هخليه يخرج خالص. في حاجه تاني؟ حاضر، مع السلامه يا بابا. مع السلامه. متشكر قوي يا استاذ عوف. خير يا شوقي يا ابني، اخبار السيد الوالد ايه؟ الحمد لله بخير، كان بيطمن عليا بس. الحمد لله. عن اذنك. الله بقى، ده اسمه كلام يا راجل. اقعد كل معانا، اقعد. متشكر قوي يا عم. يعني مش عاوز تاكل من ايد ازهار؟ لا ابدا، انا بس. ازيك يا دكتور شوقي؟ اهلا يا انسه ازهار. عامله ايه في المذاكره؟ ما بتشيلش عينها من على الكتاب. اخر سنه بقى في الكليه وعاوزه تجيب تقدير. برافو، ربنا معاه. عن اذنكم. مع ألف سلامة يا ابني، مع ألف سلامة. جدع طيب وابن حلال، ربنا يجعله من نصيبك يا بنتي. ما بترديش يعني؟ عايزني أقول إيه بس يا بابا؟ تقولي رأيك. رأيي زي رأي حضرتك. يعني موافقة؟ مش لما يتقدم الأول؟ قلبي حاسس إنه هيتقدم. أنا كان نفسي من زمان أقعد معاك القعدة الرومانسية الجميلة دي. وإيه اللي حيشك؟ كنت مكسوف. إيه؟ إنك تكسفيني يعني. أكسفك من إيه؟ ده إحنا زملاء ودفعة واحدة. يا سلام يا سلام، قد إيه؟ قد إيه أنا مبسوط وممنون إن أنا قاعد معاك دلوقتي. هو أنا من زمان كان نفسي أتعرف عليك، وممكن تعرفني بنفسك؟ بكل سرور طبعًا. أنا مولود وأنا في بقي معلقة ذهب عيار 75.
وبابا صاحب أكبر مصانع عطور في الشرق الأوسط. بجد يا مدحت اسمها إيه؟ لا مش هقولك على اسمها لحسن بعد كده تبقى دعاية. مش مهم اسمها، المهم إنك غني. وإنتي؟ أنا بابا كبير قوي وعنده شركة مقاولات. بجد يا ليلى؟ اسمها إيه؟ أنا مش هقولك اسمها عشان ما تبقاش دعاية. مش مهم اسمها، المهم انك غنية. ويا ترى عندك اخوات؟ لا. اه. انا الوحيدة. وعشان كده بابا مدلعني على الاخر ومش مخليني محتاجة اي حاجة. ما هو طبعا انت يعني تحتاجي اكتر من كده، اللهم صل على النبي. بقولك ايه؟ نعم. ممكن اسألك سؤال؟ لا تفضلي حضرتك. انت لما انت غني كده ليه ما عندكش عربية؟ لا كله الا دي عربية. لا انا ما بحبش العربيات ولا بابا بيحبها، هو هيشتري لي طيارة. ليه؟ اصل بابا بيخاف علي قوي من حوادث العربيات، وبعدين عنده وجهة نظر بابا جميلة جدا ان السماء اضمن من الارض على الاقل فاضية وما فيها الزحام. وبعدين بابا عنده روبيا. بابا عنده فوبيا. فوبيا؟ فوبيا؟ يعني مخاوف مرضية، ودي طبعا نتيجة الحادثة حصلت له زمان طبعا. ايه؟ انا كان ليا اخ كبير مره من المرات نزل هو والسواق واحنا صغيرين عشان يشتري له ارواح. ارواح؟ ملبس، قصدي ملبس يعني. وهم رايحين يجيبوا الملبس ده هو عملوا حادثه وراحوا فيها هم الاثنين، السواق واخويا. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه فكرتيني بده؟ ليه؟ ومن ساعتها وبابا متعقد جدا للعربيات. تصور نفس مشكلتي مع بابا. بابا بيخاف عليا من السواقه، وعلشان كده دايما يقول لي مفيش اضمن من التاكسيات. ايوه والاتوبيسات واللوريات. تقريبا كده كل ظروفنا متفقه مع بعض. مظبوط. ليلى. نعم يا مدحت. انا انت اتكلم. انا كنت عاوز يعني. ايه يا مدحت في ايه؟ احنا طبعا نعرف بعض من حوالي 4 سنين. مظبوط. ودي مش فترة كافية عشان اقدر اعبر لك عن مشاعري الحقيقية تجاهك. الحقيقة يعني انا. انت ايه يا مدحت؟ طبعا انت تقدري تقدري ظروفي وتفهمي اخلاقي، ومهما كان فيا من عيوب ده ما يخلينيش ابقى انسان استغلالي، مش كده برضو ولا ايه؟ يا مدحت يا ريت كل الناس زيك يا مدحت. الله يخليك. ارجعي 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 ارجعي. اتفضل حضرتك. عشان مسافة بس. ايوه اتفضل حضرتك. او انا كنت عاوز يعني اقول لك. ايه يا مدحت اتكلم. مدحت. هتكلم. انا مش هرفض لك طلب ابدا. بجد؟ والله العظيم. طب لو سمحتي تدفع الحساب لحسن انا نسيت المحفظة بتاعتي. الناس دي كلها وايه الزحمه والدوشه دي؟ يا الناس دي بتجري ليه كده وكده؟ اللي بيحصل يا نبي؟ انا عاوز اخش على الرصيف اللي بيروح عند اسوان. والله انا غريب مش من هنا. معلش النبي انا وريت رصيفي بس عشان انا مش عارف يعني. انا ممكن اساعدك اديك حاجه تركب بيها ومعلش. ها مسكرين اهو. مع السلامه. مع السلامه. الشنطه بتوعي. الشنطه نهر اسود. الشنطه بقى فين الشنطه؟ شوقي. شوقي ابن خالي. عليوه. انت فين؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت فين؟ ده انا قلبت عليك المحطه كلها. انا ما لقيتكش وانا نازل من الارض مشان السراق. السراق؟ اخدوا مني الشنطه والزياره ورحت عملت محضر في النقطه. يا خبر ابيض. طب معلش يلا بينا. لا استنى البوليس هيجيبها لي. لا لا بعدين مفيش وقت للكلام ده. احنا نروح نستريح الاول وبعدين نبقى نتكلم. يلا بينا. انت يا امي ذبحه ده كريم بط في زياره الحرامي هيجيبهم. بط ايه وزياره ايه؟ مش وقت. يلا بينا. عليه شد حيلك يا استاذ حنفي. ست على الله نسكر يا حسين ما جيلكيش في حاجه وحشه. طب قوم كلك لقمه اتقود. ده انت محتاج غذاء. الله يخليك. مسكره سكره ايه ده؟
جايبين فرخه بيضه. ازيك دلوقتي يا حنان؟ ما تقوليش ازيك، قولي ازيكم. ازيكم؟ ايوه، ما انا بقيت كذا حته، لازم تسالي عن كل حته لوحدها. حرام عليك يا استاذه، انا ذنبي ايه؟ عملت لك ايه عشان تصدريني قدام الديزل ده؟ لا 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 لا، ما تكبرهاش. امال يعني هو الراجل عمل ايه؟ كام بنيه على كام شلوت على كام على كام ايه تاني؟ كفايه، هو انا حمل بنيه واحده ولا حتى شلوت؟ انا خلاص اتدغدغت يا استاذه، اتدغدغت. حنفي بلاش دلع، ما انتش سمعت الدكتور بيقول ايه؟ قال انها حاله بسيطه وهتقوم بالسلامه. حاله بسيطه وهقوم بالسلامه؟ ما هو لو الدكتور ده هو اللي كان العلقه دي ما كانش يقول الكلام ده. ده انا لو وقفت على رجليا تاني تبقى معجزه. تضحكي يا استاذه. لا 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 يا حنفي، انا متاكده انك هتبقى كويس وهنكمل الخطه مع بعض. خطه؟ خطه ايه تاني يا استاذه؟ خطه غيظ عمر. غيظ عمر ودغدغه عظم حنفي؟ لا يا استاذه لا، انا مش مستعد اتواجد في مكان فيه الديزل ده بعد اللي حصل لي منه. اعوذ بالله يا اخي، ما كنتش فاكرك جبان كده. لا فاكرني جبان ايه؟ ده انا الجبن نفسه، ده انا العديد خواف عيل. انا اجيب عافيه منين عشان علقه جديده؟ ده بيقول يا عافيه اوديكي فين؟ انت بتصرف ازاي انا دلوقتي؟ اعمل ايه بس يا حنفي؟ اجيب منين راجل عشان يخرج معايا واغيظ عمر؟ تغيظ عمر؟ لا يا هانم، دوري لك على راجل تاني. انما انا لا، راجل يكون بقى رامي جتيته ويائس من حياته عايز ينتحر. انا بقى خلاص، واذا كان على الشغل معاكي مش هشتغل معاكي، انا مستقيل. اخس عليك يا حنفي، تتخلى عني وانا في الازمه دي؟ معقوله يا حنفي؟ خلاص، بس برضو مصيري هلاقي الراجل اللي هيقف جنبي وهيقدر موقفي عشان افرس عمر ويجيلي هو زاحف على رجليه. حنفي! يا ألف أهلا وسهلا، دي مصر منورة. منورة بيك. فينك من زمان؟ بقالي كتير ما قعدتش معاك عليهم. فرصة هنقعد مع بعض. أنت زارع هنا برضه؟ وأنا مش هسيبك. مش هتسيبني؟ يعني نروح هنا ولا هنا، طول ما أنت في مصر هتفضل معايا. أيوة، بس أنا كنت ناوي أروح لأخوك عبد العال. وماله؟ نروح له سوا وبعدين نرجع على هنا. تعالى تعالى، اتفضل اتفضل. طب يعني افرض اخوك عبد العال مسك فيا؟ لا مش هيمسك فيك ولا حاجه، وبعدين هنا احسن لك. عبد العال شقته صغيره وعنده ولاد كتير ودوشه، مش هتستحمل. ايوه عندك حق يا صحيح، وانت قاعد هنا بقى لوحدك؟ مفيش غير مدحت صديقي، هو اللي بيجي يقعد يذاكر معايا. ما اتجوزتش؟ لا لا طبعا، اتجوز ايه؟ اعزب ولا اعول. الحال من بعضه، انا برضك اعزب واعول. اعول؟ تعول مين؟ اعول عمتك زغلوله. ليه؟ هي مش ارضها موجوده والحمد لله؟ لا، ما بعتها من زمان. بعتها؟ بعتها ليه؟ يعني ما حدش فاضلها. هي كبرت وانا بقى اتوظفت بالدبلوم ومش فاضل الفلاحه. يا خساره يا خساره عليهم. اهو انت دلوقتي عملته زي اخويا عبد العال، هو راخ بقى ارضه وقاعد على فاضي الكريم. ايه الخساره في كده؟ الارض عزوه عليه واخرها ملوش اخر. اتفضل اتفضل. يوجاتك ايه يا دكتور؟ انت بقيت تتكلم زي اهل البندر. انا لسه فلاح عليه، ومهما اتعلم هفضل برضه فلاح. ما تنساش ان انا ما بعتش ارضي. ما هو انت ما اتكوتش بنار الارض زينا. نار ايه بس يا عم عليه؟ بقى بذمتك مش كنت تزرع الارض احسن لك؟ احسن لي في ايه بس؟ احسن ما تتوظف وتستنى مرتب هزيل ما ياكلكش عيش حاف. الله، انا مالي ومالي الزراعه؟ زراعه ايه بس يا شوقي؟ ده انت هنا مش ممكن. وبعدين الوظيفه اضمن من اي حاجه، وعلى راي المثل ان فتك الميري اتمرمخ في ترابه. كل دي مفاهيم غلط عليهم. الدنيا اتغيرت دلوقتي، كل ما بعدت عن الميري كل ما بقى حالك احسن. ايوه بس الوظيفه اضمن وامن، وبعدين الارض تطرح سنه سنتين لا، ده غير مشاكلها اللي ملهاش اول من الاخر. كلامك ده بيخوفني قوي عليه. بيخوفك؟ بيخوفك ليه؟ لان لو كل الفلاحين فكروا زيك كده تبقى البلد هتخرب.
طب وانت ما قعدتش ليه في البلد وزرعت ارضك؟ ما انا مأجر فلاحين بيزرعوا الارض، وفي كل اجازه بنزل ارعيها بايديا، وان شاء الله اول ما اتخرج هرجع البلد وعالج ولادها ومش هسيب ارضي ابدا. انما بقولك يا علي، انت ايه اللي جابك مصر؟ ماني جاي مصر عقبال املتك، اصل انا نويت ابقى شاعر. ايه شاعر؟ يا امال شاعر هنا في مصر هيلاقي اللي يكتشف موهبته اللي يساعدني عشان ابقى اوصل لابقى شاعر كبير زي الكبار اللي بنقرا ونسمع عنهم. حكيماني لو فضلت في قفر الدبايبه ابقى مغمور واقف محلك سر، ده بالاضافه ان انا جاي كمان عشان احمي ناديه وجدي. ناديه وجدي الممثله؟ هي الممثله، امال هي ايه؟ لا ممثله ايه؟ لا انا مش فاهم اي حاجه، الموضوع ده عايز قعده. انا هخش احضر لقمه كده ناكلها وبعدين كوبايه شاي ونعدل الدماغ وتحكي لي الموضوع من اصله. ماشي ماشي حالا. انت كل دراسته بالاجنبي. شقيان تعبان من 5 الصبح وراجع ارتاح شويه علشان اقدر الف في الساقيه بتاع كل يوم. تقوم تعكنين عليا؟ اعكنن عليك؟ انت مش لسه قايله لي امبارح اللي فاضي من المهيه 15 جنيه؟ اكل وطي صوتك، البنت بتذاكر جوه. وديت الفلوس فين يا فوقيه؟ وقعوا مني يا نغه. وقعوا منك وانت بتلعبي في التراب يا حبيبتي؟ وديت الفلوس فين؟ انطقي. قلت لك وقعوا مني. انت لا بتنزلي ولا بتطلعي طول النهار ما بين السطوح والاوضه. وقعوا مني على السطوح. انت فاكره انا عيل صغير هتضحك عليه؟ انطقي. وديت الفلوس فين؟ بصراحه كده انا اديتهم لليلى. اديت الليلة ال 15 جنيه بحالهم؟ بدك في الجامعه يا عفيفي والتعليم بالمجاني يا مدام عفيفي. بس هي في كليه الطب والبنت لازم تلبس وتتهيئ. احنا لاقيناها كل لما نتهيئ. قال على راي المثل، مش لاقيين عيش ياكلوه جابوا عبد يلطشوه. نجوع احنا، بس هي بقى لازم تلبس. انه عقل اللي يقول الكلام ده؟ ما هو كمان بقى مين هيبص لواحده ما حلتهاش غير فستان واحد؟ يعني مين هيفكر يتجوز واحده ما عندهاش غير اللي تنام وتقوم بيه؟ رحت مديالها الفلوس تلبس واحنا نتفلق؟ ما حدش بيموت من الجوع. ادي يا سيدي كل الحكايه. معقوله تفكر بالطريقه دي عليوه؟ مالها بقى الطريقه دي؟ طريقه غلط طبعا. ازاي تحب ناديه وجدي؟ لا مالها ناديه وجدي؟ لا ستات. انا مش معترض عليها، انا معترض عليك انت. ومعترض عليها ليه؟ ازاي ناديه وجدي تحبك انت عليوه؟ ها ليه؟ هي مش بني ادمه زينا وبنت 9 ولا هي على راسها ريشه؟ بني ادمه زينا وبنت 9، بس اعتقد انها من عالم وانت من عالم تاني خالص، ولا يمكن الاتنين يتقابلوا في نقطه واحده. ايه ده؟ نقطه ايه؟ اسمعني عليو، حبك لناديه وجدي ده حب مريض. مريض؟ ماله دكتور؟ عنده ايه؟ عنده عدم تكافؤ، حب اعرج. الله، اعرج ايه واعور ايه؟ انت يظهر دراستك للطب اثرت على نفوخك. اسمعني للآخر يا عليو. سامعك يا سيدي اتكلم. حب أعرج يعني حب ماشي على رجل واحدة، لكن الحب السليم لازم يبقى ماشي على رجلين الاتنين عشان يقدر يتحرك ويكبر ويعيش بشكل صح. بشر ولا تنفر يا دكتور، حتى لو كان أعرج على حد هولا أنا ممكن أمسك له عكاز وأتعكز عليه. ما ينفعش عليو، لأنه هيبقى حب أعرج، حب من طرف واحد، وده ملوش أي معنى. طب ايه رايك بقى ان هو حب متكافئ وماشي على رجليه الاثنين؟ ازاي بقى؟ ما هاني لما ابقى شاعر كبير ممكن واحده زي ناديه دي تبص لي وتعمل لي اعتبار. تبص لك وتعمل لك اعتبار، بس ما اعتقدش انها ممكن تحبك. الله، انت هتقفلها ليه بس؟ انا ما بقفلهاش عليه، انا بفوقك، وعشان كده لازم اصارحك بالحقيقه. وبعدين يا اخي، ايه اللي ضمن لك ان انت هتبقى شاعر كبير كده في يوم وليله؟ لا، ده الموضوع ده عايز مشوار طويل. مشوار طويل لحد فين يعني؟ لا، مش مشوار بمعنى انك تروح حته، لا، ده مشوار يحتاج سهر وعرق وكفاح وحزن لغايه ما توصل. ويا عالم، يا توصل يا ما توصلش. وعشان توصل وتنجح لازم تعمل حاجات كتير. اقول لي عليها الله لا يسيئك، حاكم الغريب اعمي حتى لو كان بصير. لازم تدرس ادب وشعر،
اقرا شعر كتير، لازم تطلع التراث القديم وتفهمه كويس وتدرس علم العروض. انت فاكر الموضوع بالسهل كده؟ ايوه لازم ادرس علم العروض ده. ايه ده علم العروض ده؟ يعني هم كل شعراء عملوا الحاجات دي يعني؟ مفيش شاعر طلع بركاوي كده؟ بركاوي؟ بركاوي ايه؟ لا طبعا يا عليو، مفيش شاعر كبير واصيل بيطلع بركاوي ابدا، واذا حصلت بتبقى حالات نادره. اهاني بقى من الحالات النادره دي؟ ما افتكرش عليو، انا قريت الشعر اللي انت كتبته. ايه ها، وايه رايك؟ لو قلت لك رايي هتزعل، لكن انا لازم اقول، لان صديقك من صدقك. وليس لا خلاص خلاص، انا عرفت كل حاجه من غير ما تقول، بس ما تكسرش مقاديف اكتر من كده. يعني فهمتني يا عليوه؟ فهمتك يا دكتور. ومش زعلان؟ ومش زعلان، انا جاي مصر وكل امل ولازم احاول، من بكره ان شاء الله هروح لناديه والحقها قبل ما المجرم اللي بيهددها ده ما يموتها، وبعد كده يحلها الحلال. فتحة فتحة بنت يا فتحة يا ما خير لما قالوا خير. اكونش بحلم ولا بحلم ولا اكونش بحلم، يمكن احتمال اكون بحلم. ايه ده فتحة؟ ايه البقرة اللي بتنده عليا دي؟ مين اللي بينده علي؟ افتح الشباك وطل يا بتعتع. هاني هاني سنوس، الاستاذ سنوس الشرنباوي. سنوسي؟ استنى علي يا سنوسي. اه يا بقي يا بقي، سلامة بقك هي الطوبة جت في بقك. سلامتك انت يا اخويا، بقى بتندهلي يا واد يا فانوس انت عشان افتح الشباك وبعد كده تزقلني بالطوب في بقي. لا والله ما كانش قصدي ده، انا كنت عاوز اصحيك. تصحيني؟ تصحيني ليه في عز الليالي في نص الليل يا بارد؟ اصلك وحشتيني وحشتيني قوي. وحشة ما يلهفك، الناس تقول علينا ايه لما يلاقوك واقف لي تحت الشباك تسبلي كده يا سنوسي؟ هيقولوا عامل زي روميو ما كان بيعمل لجولييت. مين دول يا ولا؟ قرايبك؟ روميو ده يا بتعة اللي حب ولا طلش، اللي مات عشان جولييت، اللي كان دايب في طلاطيف رمشها. ان شاء الله تتقلع رموشك من قلب عناك، تسمح بقى تغور غور على ظهرك، الناس تقول عليا ايه؟ احسن وراس ابويا فرغالي اللي نايم يشخر جوه ده زي الغضنفر، لكن تلقى على راسك حله القلقاسه ابو لحمه اللي احنا لسه طبخينها قريب. البت ما انت لسه متعشمه في سعلاوي، مسافر مصر خلاص. عارفه يا اخوي، وعارفه كمان ان انت اللي سفرته، لكن اوعى حسك عينك تفتكر يعني ان عشان علاوه مش موجود في البلد يبقى الجو خليلك. لا يا حبيبي، ده بعد 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 بعدك يا بتعة. يا بتعة ما تشتريش الطاير وتبيع المنتوف ده، اني منتوف، اني منتوف الجناح اعتلك. منتوف ايه يا ابن المحلوق؟ تسمح بقى تطرقنا وتورينا عرض كتافك. يلا يلا هش هش، هلا على بيتكم. يلا 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 يلا. قلبي ينده عليا في نص الليالي من تحت الشباك واقف ويسبل لي عينيه. طب استنى عليا لما يجي سعلاوي هخليه يقدمك ادب. وده مين ده اللي بيخبط علينا في نصاص الليالي دي؟ ليله ايه الغبره دي يا ربي؟ خير فين؟ ما انت في ايه؟ مين؟ افتح يا فرغالي. عمتي زغلوله. ابني ابني يا حضرة الناصر. في ايه يا زغلول؟ ابني يا اخوي. ايه اللي حصل يا عمتي؟ ماله عليه وعمتي؟ يا حبيبي يا ضنايه. في ايه سايبته ركبي؟ خبطته عربيه.